كتمشوا معنا هاد الخميره هادي اللي هي سبيسيال كاينه غير في حانوت كاين في كلشي كناخذوا نص معلقه اللي هي اون بودر كنعاودو نجمعو الخليط ديالنا كتمشوا معنا ها العجينه ديالنا باش كتوجد ملي كنسالو العجين ديالنا يمكننا نغطيوه بالسيلوفان خاش البرد يدخل ليها خلوها 15 دقائق من بعد غنوجدوا العجين ديالنا دابا غندوزو طريقه التحضير ديال لاصوص ديالنا ناخذ غير شويه ديال الزيت العاديه نخليو لابوال ديالنا هي المقله نخليوها تسخن مزيان ناخذ شويه البصله حار مزيان حتى ما تبقاش البصله كتغزي طاح الطريقه سهله يمكن اي واحد يصوبو في الدار ديالو كما كتشوفوا معنا هاي البصله ديالنا باش كتشحر ناخذ الفلفل ديالنا وطريقة سهلة بالنسبة للرجالة العيالات أي واحد يقدر يصرف في الدار ديالو في الاخر كنزيد واحد شويه ديال زيت العود باش ما درناش في الاول باش زعما يتحرق لينا اللي كيولي واحد لو نقول ليه هو مار كما كتشوفوها هي قريبه تشحر لينا ندير واحد شويه ديال الملح شويه ديال البزار وبالنسبة لصوص طومار الحلقة القادمة إن شاء الله غنوريكم الطريقة ديال التحضير ديالها حيت أي واحد كيصاوب صوص طومار في المنزل ديالها كما كتشوفوا معنا هاي لاصوص ديالنا وجدات كما كتشوفوا معنا خدينا العجين ديالنا ديال الحرش اللي بقى عندنا نصف الكميه كنديروه من تحت ديالها وكنديروه من الفوق من بعد كنسرحوا لاباط ديالنا كيف ما كتشوفوا هي لاباط طبق وصلنا دابا للمرحله النهائيه ديال تحضير البيتزا كما كتشوفوا معايا كنطقوا لاباط ديالنا باش زعما كتجينا منفوخه بزاف وكتجيك خصيون اللي هي كتعضك تحس بها قاصحه شويه لاباط كشكوش مرخيه ناخذ لاصوص اللي وجدنا